السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنبدأ نشتغل في الليست. إيه هو الليست ده؟ بيقول إن الليست ده تعتبر داتا تايب زيها زي الانت، زي فلوت، الكومبلكس سترينج، كل الحاجات دي. إيه هدفها؟ إيه استخدامها؟ إيه كل التفاصيل دي؟ الليست دي تعتبر داتا كوليكشن. يعني إيه داتا كوليكشن؟ يعني بتخزن أكتر من قيمة في فاريبل واحد بس. يعني مثلا لما أجي أقول له الـ A إيكوال 10 دي، قال لك ده فاريبل، الفاريبل شايل قيمه واحده بس. انا دلوقتي عاوز اعمل فاريبل واحد يكون يشيل اكتر من قيمه، اعملها ازاي؟ قال لك احطها في ليست. الليست دي بتشيل اكتر من فاليو في قيمه واحده بس، في فاريبل واحد. الفاريبل ده بعرف اي فاريبل عادي اهو. يعني ازاي؟ بقول له ايه اسم الليست عندي، اقول له ايه اهو 1 و2 و3 و4 و5 و6، اي حاجه عندي. قال لك الليست دي اقدر اغير فيها، اقدر اضيف عليها، اقدر امسح منها، احذف، اعدل، اعمل كل العمليات بتاعتي على الليست دي. ممكن اخزن فيها ارقام، ممكن اخزن فيها سترينج، ممكن اخزن فيها بوليان، ممكن ادمج الاثنين مع بعض، ممكن كل الحاجات دي. ودي تعتبر اوردر، يعني مرتبه. ممكن اعمل دوبليكيت، احط فيها اكتر من حاجه. انا مثلا ايه هنا كده اقول له احط مثلا 5 اهو، أو ممكن أحط 5، أكرر 5 تاني، أكرر 6، 6، براحتي زي ما أنا عاوز. شغال بتعمل إيه الحاجات دي؟ تمام؟ ممكن أعمل إيه؟ دي عملت ليست أهو، حطيت فيها إيه؟ حطيت فيها رقم. ممكن أحط فيها أكتر من، أحط فيها سترينج زي ده كده، أقول له إيه؟ تمام؟ ممكن أحط فيها البي، ممكن أحط فيها سي، ده سترينج عادي. ممكن اخزن اعمل ليست ثانيه واحط فيها البوليان. البوليان اهو ترو، الترو ده التي بتبدا بحرف كابيتال. ممكن اقول له فولس اهو، ممكن اقول له فولس ثاني، ممكن اقول له ترو. ده تعتبر ليست. ممكن اعمل ليست بقى بتدمج اكتر من داتا تايب. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول له ليست دي اهو واعمل سكوير براتكس بالشكل ده واضيفها 1 2 3. ممكن اضيف مثلا ادي ترو، اضيفها ترو عادي. ممكن احط فيها كسترنج عادي، مفيش اي مشكله عادي. ممكن اعمل دوبليكيت للسترنج عادي، ما فيهاش اي مشكله. يبقى عند الليست اقدر اضيف، اعدل، اغير، احط فيها اكتر من ده. طيب ايه هو الليست دي؟ داتا كوليكشن، بعمل اكتر من فاليو في فاريبل واحد بس. تمام؟ الفاليو دي ممكن تبقى رقم، ممكن تبقى سترنج، ممكن تبقى بوليان، ممكن تبقى دمج الاثنين عادي. طب لما اجي اقول له اطبع لي، اعمل لي برنت التايب، التايب بتاع مين؟ التايب بتاع الايه؟ هيقول لي ده ايه؟ التايب بتاع ده الليست دي. هقول لك ده ليست موجوده فين؟ اهو في الكلاس اللي اسمه ليست اهو. نوعها ايه؟ نوعها ليست. طب رقم، طب الليست بي هيقول لي ده ايه؟ اهو ده ليست بار. طب السي هيقول لي ده ليست بار اهو. هاديه هيقول لي ليست برضه اهو، دي برضه نفس النظام ليست. يبقى الايه نوعها ايه؟ بتنتمي لحاجه اسمها ايه؟ كلاس، اسمه ايه؟ كلاس ليست. يبقى الايه ده ليست، والبي والسي ودي اعتبره كليست. تمام؟ يبقى دي الليست. تاني دي تعتبر داتا كوليكشن. الداتا كوليكشن دي بخزن فيها اكتر من فاليو بس احطها في فاريبل واحد بس. الفاريبل بقى نفس شروط ايه؟ كتابه اسم الفاريبل، بعرف فاريبل ازاي وكل التفاصيل دي. تمام كده؟ حاجه تانيه بقى معانا، يبقى انا عرفت دلوقتي الليست انها اوردرد مرتبه، بقدر اخزن فيها، اعمل فيها دوبليكيت، اخزن فيها اكتر من داتا تايب، اعمل دمج الداتا تايب. ممكن اعمل ايه؟ تقدر اعدل فيها، اضيف فيها، اغير، اعمل كل العمليات بتاعتي دي كانها بالظبط زي الاري في السي بلس بلس والجافا والحاجات دي. تمام؟ يبقى دي تعريف الليست. تاني حاجه بقى معانا، ازاي اقدر اكسس للليست دي؟ ازاي اقدر اوصل للليست دي؟ اهو ازاي اعمل اكسس للليست دي؟ تمام كده؟ انا لو جيت قلت له اطبع لي برنت اهو الايه وعملت كده اوف، يعني سكوير براتكس كده، وقلت لي ايه اعمل لي رقم زيرو، بيقول لك ان البايثون العد بتاعها البوزيشن اهو، بوزيشن قال بيبدا من رقم زيرو، يعني بيبدا من زيرو واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. يعني لو عندي ليست فيها، عندي اهو عملت ليست فيها خمس قيم، يبقى العد بتاعي بيبدا من كام؟ ادي 0 و1 و2 و3 و4. اخر قيمه في الليست دي بتساوي حجم الليست دي ناقص 1. فلما اجي هنا اقول له اطبع لي الاي اوف الزيرو، هيطبع لي البوزيشن بتاعت الزيرو ان هي فيها كام؟ هيقول لي اهو اللي فيها 1، هيطبع لي 1.
هاجي اقول له مثلا اطبع لي اللي فيها خمسه، بص اهو اطبع لي فيها كام؟ خمسه اهو، بقى طبع لي الست. عرفت كده ليست اهي الايه ايكوال مثلا ايه؟ واحد واثنين وثلاثه واربعه. وجيت قلت لي اعمل لي الايه اوف الاربعه، بص هو في اصلا اربعه اهو، ادي 0 1 2 3 هيطلع لك ايرور. طب نيجي نشوف بقى، هقول لك اهو، بقول لك ايه نوع الايرور ده ايه؟ قال لك ده اندكس، نوع اسمه اندكس ايرور، قال لك الليست اندكس اوف اوت رينج. يعني انت دلوقتي عندك ايه؟ الاربعه دي اصلا مش موجوده في الرينج بتاع الليست، اخرك بس ثلاثه. طب لما اجي اقول له ثلاثه ايه اللي هيطبع؟ هقول لك ده ايه؟ ده الثلاثه عندي. يبقى انا دلوقتي العد بتاعي بيبدا من الزيرو، 0 1 2 لعند حجم الليست ناقص واحد، دي اول حاجه عندي. وبعدين دي بتقدر تاكسس على الليست بس لو اطلع منها قيمه واحده. طب افرض عاوز اطلع قيمتين مع بعض ثلاثه، بتدي له البدايه بتاعتك والنهايه، مثلا البدايه من كام؟ اه من 0 الى كام؟ الى ثلاثه. هيمشي يعد من 0 الى ثلاثه، قال لك لا الليست دي بتمشي ازاي؟ قال لك بيمشي اهو العد بتاعك من 0 تمام، بس 2 قال لك ايه؟ الى دي ناقص واحد، يعني الثلاثه دي تعتبر ايه؟ نوت انكلودد، مش مضمونه معايا، مش معايا في اخر من 0 ل 2. هقول تاني ده، فاقول له من 0 ل 3 هو البايثون بيعد بس من 0 ل 2، 3 دي مش موجوده معايا. يعني ايه من 0 ل 2؟ يعني عد 0 وال 1 وال 2، مين ال 0 اهو؟ ادي 1 2 كام؟ ال 0 1 2، يعني الطبع كام؟ 1 2 3. طب نيجي نجرب، اقول له طبع ليست فيها 1 2 3، ليه ما طبعش الثلاثه دي؟ قال لك لان الثلاثه دي نوت انكلودد. طب نيجي نجرب ثاني، اقول له مثلا اطبع لي من 1 الى مثلا 4، بص ايه اللي هيحصل بقى؟ اطبع لي كام؟ طبع لي 1 2 3. طب ليه جيت قلت له اطبع لي من 1 الى 2 ايه اللي هيحصل؟ هطبع لي 1 بس. اشمعنى؟ ما انا عارف ان الاثنين نوت انكلودد، يعني المفروض يطبع لي كام؟ الاثنين اهو، طبع الاثنين بس، يبقى عمل لي ليست كده وطبع الاثنين. فاجي اقول له من القيمه دي الى دي، من كذا الى كذا، فروم تو. طب انا لو جيت كده غيرت له، قلت له اعمل لي من 2 الى 1، بص ايه اللي هيحصل بقى؟ عمل لك ليست فاضي. ليه؟ لانك انت قايل له يمشي من الكبير للصغير، قال لك لا ما ينفعش، بيمشي من مين؟ من الصغير للكبير. اقل اندكس لاكبر اندكس، يبقى انا ده ايه؟ ده الاندكس بتاعي او البوزيشن بتاعي، بعد من رقم 0. تمام؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه بقى، قال لك لو انت عاوز تعد من الاخر بتعد منين؟ قال لك بعد من السالب واحد. يعني ايه؟ يعني لو اجي ارجع من اخر حاجه في الاري اربعه، قال لك العد بتاعك لو انت ماشي اهو، لو انا ماشي دلوقتي من اليمين الى الشمال اهو، لو انا ماشي كده from left to right هبدا من كام؟ قال لك هبدا من الزيرو. لو انا ماشي اهو from من right من اليمين الى to left اهو، قال لك امشي من سالب واحد. يعني ايه كل الكلام ده؟ يعني لو جيت قلت له print اطبع لي الايه اوف السالب واحد، ايه اللي هيحصل عندي؟ هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي الاربعه. اشمعنى الاربعه؟ لان ده طبع لي عد من سالب واحد، يعني هيمشي من سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثه، سالب اربعه، وهو ماشي بالشكل ده. اجي اقول له مثلا اطبع لي سالب ثلاثه، بص قال لك ايه؟ اهو. طب انا دلوقتي قلت له طبع لي سالب اربعه، هيطبع لك ايه؟ سالب اربعه اللي هو الاندكس بتاعها. طب لو جيت قلت له اطبع لي سالب خمسه، هيجي يقول لك ايه؟ قال لك الليست اندكس اوف ايه؟ اوت اوف رينج، مفيش اصلا عندي سالب خمسه. تمام؟ طب ده لو عاوز اطلع فاليو واحد، افرض انا عاوز اطلع اكتر من فاليو، لو قلت له من سالب واحد الى سالب ثلاثه هيطلع عندي؟ قال لك لا مش هيطلع حاجه. قال لك ليه ما طلعش حاجه؟ قال لك لان انت قايل له من الكبير الى الصغير، ما ينفعش. عشان كده لازم اقول له من سالب ثلاثه الى سالب واحد. وتاني السالب واحد اهو، السالب واحد نوت انكلودد، نوت ايه؟ انكلودد. ليه؟ لان السالب واحد مش معانا. ليه مش معانا؟ لان انا عندي ده الى دي مش معانا، فيطبع لي من كام؟ اطبع لي سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاثه، فيطبع من سالب ثلاثه وسالب اثنين، سالب واحد مش معانا. طب ليه نجرب؟ اهو هيطبع لي كام؟ الاثنين وثلاثه بس. فانا دلوقتي عرفت اعمل ايه؟ اكسس الى الاري، الى الليست. اكسس ازاي؟ لو انا ماشي من الشمال لليمين هبدا العد من الزيرو، لو انا ماشي من اليمين للشمال هبدا العد من سالب واحد، وابدا اقول له من الى، وابدا اشتغل. دي كان كل الدرس بتاع النهارده.
انا اقدر اعرف ليست ازاي، اقدر اخزن في الليست قيمه ازاي، اقدر اكسس على الليست ازاي، اقدر اكسس على الليست دي يطلع لي قيمه واحده بس او يطلع لي اكتر من قيمه بس. ده كله درس النهارده.